هاي عامليني وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي اوعي تنسي تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد على القناه بتاعتي. وفيديو النهارده هو منتجات لازم تكون عند كل بنوته. تمام، جمعت لكم النهارده اهم الحاجات اللي لازم تكون عندك لو انت بنوته كده من 18 ل 25 سنه، وصدقوني يعني هي لكل البنوتات يعني. تمام، حتى لو انت اقل او اكتر من كده، بس الكومن يعني لازم تكون عندك في السن ده. تمام، خصوصا يعني لو انت متزوجة. اول حاجة معايا وهي اهم حاجة، واتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا، وهي الديودرنت بتاعك. تمام، والديودرنت بتاعك لو انت حابة ان هو يكون رخيص واقتصادي ويقعد معاك فترة طويلة، فانا برشح لك الديودرنت ده من ماي واي اللي هو سبيرينج. ده بسبعة جنيه ونص او بتمانية جنيه، بالكبير او هيبقى بعشرة جنيه، هيقعد معاك فترات طويلة جدا، اقتصادي قوي قوي، وعلى فكرة ريحته حلوة، وكمان بيخليك تعرقي طبيعي بس بريحة حلوة. فده كده اول حاجة معايا في كورس لازم تكون عندك عند كل بنوتة. ده بقى من بداية ال 12 سنة 11 سنة لازم يستمر معاكي لباقي العمر. تاني حاجة هو التنت. تمام، انا عارفة ان في بنات كتير قوي ما بتحبش التنت شبهي، بس طبعا لازم يكون عند كل بنوتة، عشان لو اتحطيتي مثلا في موقف، في مناسبة، عيد ميلاد، خروجة، لازم طبعا طبعا تحطي تنت او بلاشر. فاختيارين، اول حاجة معاكي تنت، اول شكل يعني معايا ده، بصوا ده شكله بيتفتح كده، هو شبه اللولي بوب المصاصة اهو، كنت جايباه ب15 جنيه على فكرة، ما كانش غالي ابدا. وبصوا شكله امور قوي وحلو جدا ازاي، شكله عسل قوي قوي قوي، جميل جدا. فده كده اول اختيار لازم يكون عندك. تاني حاجة لو انت مش بتحبي بقى التنتو، بتحبي البلاشر شبهي برضو، انا بحب جدا البلاشر، ليه؟ الباودر بتاع البلاشر مش بيدخل ابدا في المسام بتاع بشرتي، خصوصا اني بشرة دهنية، فالليكويد بيدخل في المسام وبيبينها جدا، بحس ان في خرومات كده في بشرتي، حتى لو المسام مش باينه في الوقت العادي، بس مع التنت المائي بتبين جدا. فانا بفضل البلاشر الباودر احسن من المائي بكتير. فانا الفتره دي بستخدم ده ومش عايز يخلص حرفيا، اللي هو الكوري ده كلمتكم عنه كتير جدا جدا، في اربع الوان، في اللون البيج، في اللون الاورنج، في اللون الاورنج الغامق، وفي اللون البينك اللي هو الكوري ده، اللون اللي هو الرقيق خالص ده. عارفين طبعا الكوريات بتحب الالوان دي، فانا بحب قوي يعني المنتجات الكوري سواء في السكين كير او في الميك اب، بصراحه عندهم يعني عنايه جدا بكل تفصيله في البرودكت، يعني شايفين الباكج جميله ازاي، بيختاروا حاجات تحفه، ومن حيث الالوان برده مش بيختاروا الالوان المصريه الثقيله، لا بيختاروا الوان رقيقه جدا وتكون معظمها بتليق على البشره البيضاء اكتر يعني. تمام، فده من الحاجات التحفة جدا، كان سعره 60 جنيه لما انا جبته، يعني يا بلاش يا جماعة والله. بعد كده حاجة لازم تكون عند كل بنوتة اساسي، انا شايفة انها من الحاجات الاساسية، ممكن غيري يشوف منها حاجات الرفاهية يعني الحاجات العادية اللي ممكن مش اي بنت تجيبها، بس انا شايفة ان الموضوع ده اساسي يكون في شنطتك، خصوصا لو انت في الجامعة، هو اي مخمارية تكون صغنونة كده. دي مخمارية الفيحاء، دي من ماي واي، عايزة اوريكم كده شكلها من جوه، بصوا هي قوامها شبه الفازلين شوية، من الحاجات برضو الروعة جدا اللي انا بحبها بصراحة يعني. مش شرط الريحة دي، انا بحب كل الروايح يعني، بس دي من الحاجات الرخيصة، سعرها 14 جنيه، متوفرة في ماي ويت، تقدري تجيبيها في اي وقت، بجد بحبها جدا جدا جدا. وبتحطيها في اماكن النبض بقى، سواء هنا سواء ورا ودنك، كنت تعطري بيها جسمك كله اللي انت عايزاه، على فكرة بتثبت جدا 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 يعني، ولو حطيتي فوقها بقى زيت عطري، يا سلام يا سلام يعني، يا سلام ونضف، يا سلام. طيب بعد كده من الحاجات الاساسية اللي مش محتاجة اقولك انها لازم تكون عندك، دي حاجة اساسية من الحاجات اللي ما ينفعش اصلا بنوتة تستغنى عنها اصلا، هي الليب بالم. تمام، اي ليب بالم انت بترتاحي عليه بقى، واي ليب بالم انت بتحبيه، انا عن نفسي بحب الكوري اكتر، انا زي ما قلتلكوا بفضل الحاجات الكوري اكتر، بعشق الحاجات الكوري، خصوصا مرطبات الشفايف من الحاجات اللي انا متعلقة بيها جدا. تمام، فالليب بالم اللي انا بكلمكم عنه النهارده هو الليب بالم ده من ماي واي، ده شكله، بصوا هو بالخوخ، ريحه الخوخ فيه باينه جدا، فريش قوي قوي قوي، كان انت لسه مقطعه خوخه كده قدامك. تمام، سعره كان
12 جنيه دلوقتي تقريبا سعره 14 جنيه. من الحاجات الجميله جدا ومن الحاجات اللي انا حقيقي حقيقي بحبها قوي. بستخدمها وقت التصوير، بستخدمه لو انا عندي مثلا خروجه سريعه كده، لو نازله مثلا الشارع، نازله اجيب حاجه، رايحه للدكتور كده، يعني الحاجات اللي انا مش محتاجه بقى احط ميك اب وكده، لا محتاجه احط بس ليب بالم كده مرطب خفيف في نفس الوقت يديني لون يكون كويس وكده. فده من الحاجات اللي انا بحبها، الحاجات اللي بحبها. وقعت كمان، حصل خير يا شباب، ما حصلوش حاجه. ده شكله تمام، بنصحك بيه جدا. في منه روايح كتير او اطعمه كتير، في بالكريز، في بقى بالتفاح، في بالفراوله، في حاجات كتير كده اموره بصراحه يعني، فانا انصحكم بيه جدا. بعد كده من الحاجات اللي لازم تكون عندك طبعا تاج البنوطه شعرها، فانا بحب جدا الشعور الطويله، هي مهلكه شويه، تستهلك برودكت كتير جدا، تستهلك حاجات كتيره قوي قوي، بس انا بصراحه بحب الشعور الطويله، ولما بلاقي بنوته شعرها طويل جدا جدا يعني معدي بقى عند رجليها وكده بنبهر بيه. فلازم يكون عندك اي زيت هندي او اي حمام زيت تعمليه مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. بحب جدا جدا حمام الزيت، بحب الزيوت الهندي اكتر، انا عاشقه للمنتجات الهنديه للشعر، يعني الكوري للبشره والهنديه للشعر، خصوصا الزيوت بتاعت الاطاله زي زيت سيسا، زيت الثمانية سنتي، زيت البصل الهندي، في زيوت بتاعت الانبات انا مش بفضلها، انا بحب زيوت الاطاله لان انا بحب اطول شعري اكتر، فاهمين قصدي؟ ان انا شعري بطبيعته اصلا كثيف، فزيت سيسا بقى من الفيفوريت بتاعت الزيوت الهندي، مش هتندمي ابدا لو جبتيه، يقعد معاكي فترات طويله لان انت بتستخدميه على فروه شعرك. انا ما بستخدمش الزيوت الهندي على شعري، بستخدم زيت جوز الهند بس على فروه شعري، بستخدم الزيوت الهندي بانتظام، بقالي كده تقريبا سنه منتظمه على الزيوت الهندي او سنه وثلاث شهور، ما بستخدمش غيرهم حرفيا على فروه شعري. ف معجبه جدا جدا بالزيوت الهندي وانصحك بيه، ولازم يكون عند كل بنوته منكم على الاقل نوع واحد بس من الزيوت الهندي، ويا ستي لما يخلص تبقي تجيبي حاجه تانية. طيب بعد كده معايا بادي لوشن، لازم كل بنوته يكون عندها بادي لوشن معطر للجسم. اوف كورس لازم تجيبي بادي لوشن يكون مرطب، بس بتكلم على بادي لوشن يكون معطر للجسم. طبعا مش هلاقي انسب من باسم بادي وركس اعرض عليكم منتجاته. تمام، ده شكله، الباكج بتاعته قمر، كل حاجه فيه قمر، ريحته قمر، ترطيبه قمرين، يعني بصراحه بعشق حاجه اسمها باسم بادي وركس. بصوا شكله امور جدا ازاي، ايه الجمدان ده يا جماعه، بحبه قوي 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 وانصحكم بيه. دي ريحه وايت جاسمين، من الحاجات اللي انا متعلقه بيها جدا هي اللوشنات والمستات بتاعت باسم بادي وركس، واكيد طبعا لما اجرب حاجات اكتر منه هعرض لكم برده البرودكت. تابعوني على القناة وعلى تيك توك وعلى انستجرام وكواي، متنسوش تعملوا لي اشتراك هنا، واستنيكم فيديوهات جاية كتير، واللي عايزة اي فيديو عن اي حاجة تكتبلي تحت في الكومنت وانا اعمل لها الفيديو على طول. باي.